وميزانيه كما قلت دونك قاعده هذا الجانب والله كان المعنى تاعنا انه يكون الجانب التشخيص اكثر من التسيير، لكن هذه هي ونحاول ان شاء الله من خلال الايام القادمه ان شاء الله ممكن جدا نصبح مع التغيرات اللي فيها بعض الاقتراحات ماهوش شرط ولا صغيره نصبحوا عليها اليوم ممكن كيفاش نصبحها في امور جديده راح ان شاء الله نعملوا فيها باش اقل نحسن اولا ظروفكم الامور تفيد على بشكل كبير على الاقل حسن او بجميع المشكل شوفوا في اغلب القرارات كانت عامه من البروجرام تاع تعليق الشديدي امنوا لكم منها هو تخدم وهي تسير قريب ان شاء الله تدخلات من دار راهي نقص كبير قضيه نوعيه التجهيزات ولا حاجه ما مظلمون بتطبيق الآخر أقل عرض لكن ما عليناش اللي هذا أقل عرض تكون فيه المواد اللي يجيبوها من كل مكان وقعدنا في الجوا اللي نديرو حسب أول الجدول تاع الجدول كل في اكتزاز بين هذا الطوف ديرو بزاقة حطوا مبالغ كبيرة وحنا نعرفوا هذا الجدول ماشي لازم النقص اللي كاين في المنطقة نخدمو لكن نخدمو بالمعقول ممكن جدا اذا كان يتطلب من العدد كبير باش يجيبوا النوعيه نجيبوها من جهه اقل من حاجه اللي بسيطه صح يعني زي كذا تشتغل من كذا غير راحه كذلك بالنسبه بصفه عامه بالنسبه للتحسين الجبالي المحلي هذه على مستوى البلديه فيه بلديه بالنسبه